بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة هنتكلم عن أربع حاجات جميلة جدا، هي خاصة بالسبليت والإكستراكت. سبليت يا جماعة، أو سبليت أو سلايس، إن أنا أعمل سبليت للسترينج، أعمل له سبليت أطلع منه كذا جزء، والسلايس إني أطلع شريحة أو قطعة من السترينج، والإكستراكت نفس الموضوع برضو، إن أنا أنزل من السترينج بتاعي ده سترينجز تانية أو كاركتر أو أي حاجة من جوه السترينج. هنشوف مع بعض الكلام ده لأنه أكيد طبعا مش مفهوم. هكتب my main string. المين string بتاعي بيساوي I love JavaScript and JSON مثلا. ده ال string بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه. وأول حاجة هنتكلم عنها هي ال split. my splitted string مثلا، هنسيبه فاضي بس لحد ما نكتب الكومنت بتاعنا ونبدأ نشوف حاجة حاجة. أول حاجة هنتكلم عنها السنتاكس طبعا، السبليت. السبليت يا جماعة كتب بالشكل ده، جوه البارنسيس عندي أنا السيباريتور اللي هو الفصلة اللي هي بتفصل لي بين السترينج والتاني، وتاني حاجة عندي اللي هو الليمت. وهنشوف مع بعض مثال الحقيقي طبعا اللي هيفهمنا كل حاجة. أول حاجة عشان تفهم اللغة انت عايز تعمل سبليت لإيه، بتحط ال variable بتاعك اللي انت عايز تعمله سبليت، وأقوله دوت سبليت بين قوسين. قبل أي حاجة خالص، تعالوا نشوف السبليت دي لوحدها كده بتعمل إيه أصلا. يعني هاجي في الكونسول لوج، أحط ال variable اللي هو اسمه my splitted string. زي ما انتم شايفين كتب لي I love JavaScript and JSON، وكتبهم لي بصيغة الـ array، حطيتهم لي عنصر في الـ array. طيب هنا هنحط الـ main string بتاعي، عشان هقول لكم انا ليه حالا عشان تعرفوا ان ده string وده array. طيب الـ split يا جماعة بيعمل لي split للـ string، يحوله لي لـ array عبارة عن عناصر جوه الـ array. بيعمل split مش بس بيحوله هو لوحده، لأ، كل الكلمات اللي فيه بيعملهم لي عبارة عن array. وليه حطيت أنا ده قبله؟ مش بس عشان أوريكم الفرق بينهم، لأ، علشان كمان الـ split بتاعتنا ما بتغيرش الـ variable الأصلي اللي أنا شغال عليه. يعني الـ original variable ده هي ملهاش دعوة بيه، ما بتغيروش خالص، بيفضل زي ما هو. طيب لو جيت انا هنا قلت له كونسول لوج واقول له تايب اوف بالشكل ده، وبرده جيت نفس التايب اوف دي للماي مين سترينج ده، شوف بس النوع بتاعهم، النوع بتاع ده والنوع بتاع ده، لاحظوا معايا ده اوبجكت وده سترينج. طيب حوله لي هو لحاجه غير السترينج زي ما اتفقنا. طيب الاوبجكت يا جماعه عنصر جوه الاري، عباره عن عناصر جواه. هنشوف مع بعض حالا اصلا هو بيشتغل ازاي السترينج ده، لان انا سبته فاضي. هعمل انا كده زي ما انتم شايفين واعمل ريلود. بصوا عمل لي ايه، بين كل حرف والتاني حط لي كوما، السيباريتور اللي انتم شايفينها دي. ليه؟ لان انا ما حددتلوش السيباريتور اللي هنا ده عباره عن ايه. طيب السيباريتور ده يا جماعه لازم انت تكتبه، اللي هو الكوما دي ايه الحاجه انت عايز تقوله، ايه الحاجه اللي انا هفصل بعدها، يعني هفصل بينهم بعدها، ايه الحاجه اللي انا هستعملها هنا عشان افصل بين الكلمات دي. هستعمل اللي هي المسافه الفاضيه دي، شوفوا هعمل مسافه. بصوا هيعمل ايه، ريلود. بصوا عمل ايه، حط لي السيباريتور بتاعي الفاصله في المسافه، مكان المسافه، شايفين؟ طيب طبعا زي ما انتم شايفين انا حددت له حاجه معينه. طب لو انا جيت حددت له حرف الاي مثلا بدل اللي هي المسافه، بصوا حصل ايه، كل حرف ايه هيحط لي مكانه سيباريتور، ويعتبر ان ده اوبجكت وده اوبجكت وده اوبجكت. شايفين كل حرف ايه اهو حط لي مكانه سيباريتور، ده وده وده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ده يا جماعه سيباريتور، شايفين ازاي؟ طيب طبعا مش هينفع ده، انا عايز المسافه، المسافه هي اللي بتحدد لي، اللي هي بتحدد لي ان انا افصل بين الكلمه دي والكلمه دي، بحيث ان انا احول السترينج بتاعي ده كله، كل كلمه فيه تكون عباره عن اوبجكت جوه الاري. اهو شايفين كده، مظبوط كده الكلام صح. طيب انا جيت قلت له سيباريتور، وفاضل عندي هنا
الليمت، اتفقنا على الليمت. طب انا ما كنتش كاتب الليمت، فبيجيب كل حاجه انا عايزه، بس يطلع لي اخر يعني عايز يطلع لي بس ليميت معين. عايز اقول له ان انت تطلع لي مثلا 3 بس من الاري، اهو 3 ريلود. بصوا اي لاف جافا سكريبت، فين الباقي؟ مفيش دي ودي. طب لو جيت قلت له 4 هيجيب لي معاهم كلمه اند، اهو اي لاف جافا سكريبت اند. لما ده الليميت، ده السيبريتور وده الليميت زي ما احنا كاتبين فوق اهو، سيبريتور وليميت. لما ما كنتش كاتب ليميت بيجيب لي كل حاجه. لما اكون انا عايز هنا اعمل سيباريتور لحاجه معينه، الحاجه اللي انا هفصل بينه وبينها اكتبه هنا، سواء مسافه سواء حرف سواء مثلا ممكن هو حد بصوا يكون عامل الداش دي كده بالشكل ده كده، واحد مثلا كاتب الكلمه كده وانا جيت قلت له مسافه، في مسافه هنا عندي؟ مفيش مسافه. هو اصلا لما جه يعمل سبليت ما لقاش مسافه اصلا في الاسترنج، لكن لو حطيت له الداش بصوا حطيت له السيباريتور اللي انا عايزه يفصل بينه، شوفوا فرقت هنا. هنا السيباريتور بتاعك زي ما انت شايف عمله لك كده. طبعا الموضوع ده انت ممكن تستخدمه كتير، في كتير افكار برمجيه ممكن تستخدم فيها السبليت ده. هيجي لك مثلا لينك، يجي لك لينك في جوجل، لينك صديق بالشكل ده، بتلاقي اللينكات كتير بينها داش كده، وعايز تحولهم كل الكلام اللي في اللينك ده عايز تحوله بالسبليت، ان هو يحط لك بينهم كوما وفي نفس الوقت يحوله لك مثلا لاوبجكتس او اري كده، تطلع منها العناصر اللي انت عايزها، تطلع منها الكلمه الثانيه الثالثه الرابعه، تعملهم عباره عن كلمات، تفصلهم عن بعض وتروح باعتهم للداتابيس كتاجز مثلا او كاي حاجه ممكن تعمل بيه شغل كتير السبليت ده. طيب يهمنا ان احنا دلوقتي عرفنا يعني ايه سيباريتور ويعني ايه ليميت. ليميت زي ما اتفقنا برده هنا اهو اللي بياخد عدد الكلمات اللي انت عايزها، اي لاف اللي هم اول كلمتين بس اهو طلعهم لك، بعد اول 2 سبليت حط لك الليميت اهو. طيب كده عرفنا يا جماعه السبليت. ندخل على اللي بعد السبليت على طول وهو السلايس. سلايس يا جماعه يعني شريحه، سلايس بتطلع انت سلايس. يجي حد يقول لك مثلا بانانا سلايس او مثلا ميت سلايس، قطعه لحمه او شريحه لحمه، بتطلع انت شريحه من جوه السترنج بتاعنا، تطلعها لسترنج تاني تشوف تعمل بيها ايه. هنقول مثلا هنا ستار وانت. طبعا واضحه السلايس برضه شرحناها قبل كده في الاري. هنيجي هنا نقول له مثلا ماي مين سترينج، نرجعه زي ما كان اهو، وبدل انا ماي سبليتد هقول له ماي مثلا سلايسد سترينج، وهنا ماي سلايسد اهو، وهنا برضو ماي سلايسد نفس الموضوع، وكل حاجه زي ما هي. وبدل ما اقول له بقى سبليت هنا هقول له لا، هقول له سلايس. سلايس دي برضو كالعاده يا جماعه مش هنكتب فيها حاجه، نشوف هيطلع لنا ايه من باب التجارب. طلع لنا ايه لما قلت له سلايس؟ طلع لي كل السترينج زي ما هو، لان انت ما حددتلوش، انت ما قلتلوش انت عايز ايه. طيب انا عايز اقول له بقى انا عايز ايه، انا عندي ستارت واند، هبدا منين وانتهي فين. وفي نفس الوقت ليه عملت تايب اوف هنا؟ عشان اوريكم السترنج القديم نوعه ايه والسترنج الجديد نوعه ايه. لازم تفهم الاداه اللي انت تستخدمها او الميثود اللي انت تستخدمها، الحاجه الجديده اللي بتطلعها لك نوعها ايه، ما تبقاش عارف بس ان هي بتعمل كذا وخلاص. اللي فاتت بتطلع لك اري، دي بتطلع سترنج مثلا، دي بتطلع نمبر، لازم تكون فاهم الموضوع ده. طيب انا قلت له سلايس، فاضل لي الستارت والانت، عايزه يبدا من كلمه، عايزه يبدا من عند الجافا سكريبت يطلع لي مثلا الكلمه دي. لو جيت انا قلت له مثلا 1 2 3 4 5 6 7، لو جيت قلت له انا هنا 7 بس، رقم 7 بس، قلت له ريلود، عمل ايه؟ جاب لي جافا سكريبت اند جيسون. زي ما انتم شايفين جاب لي من اول رقم 7 اهو لحد الاخر. ليه؟ لان انت ما كتبتلوش هنا الاند. الاند يا جماعه انت ما كتبتوش. طيب السلايس اول حاجه دي ريكوايرد، لازم تكتبها. لو انت ما كتبتهاش السلايس مش هيشتغل، هيطلع لك السترينج كله زي ما اتفقنا. لكن لو انا عايز اشغل السلايس وفعلا اطلع قطعه من السترينج لازم اكتب الستارت، لكن الاند مش لازم اكتبه، اوبشنال. يبقى ستارت دي حط كده بين قوسين، دي اجباريه لازم اكتبها، والاند دي اوبشنال اقدر اكتبها واقدر ما اكتبهاش. طيب لما انا جيت هنا لازم اكتب له هنا اهو الاند، انا قلت له من اول رقم 7 لحد مثلا 15 ريلود. بصوا جاب لي سكريبت خليه مثلا 17 اهو، جاب لي كلمه جافا سكريبت، قلت له من اول رقم 7 1 2 3 4 5 6 7 اهو 7 اهو بدا، 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
جاب لي اهو كلمة جافا سكريبت من اول رقم 7 لحد 17 وجاب لي الاند. لاحظوا حط لي الحرف الاخير. طب انا عايز الجيسون معاهم 18 19 20 21 22. هبدأ من 22 لحد كام؟ 23 24 25 26. يبقى من اول 22 لحد 26. هقول له ريلود، طلع لي جيسون اهي زي ما انتم شايفين عن طريق السلايس ده. يا جماعة السلايس بكل بساطة عندي حاجة بسيطة جدا، هي السالب واحد بيجيب لي اخر حرف في السترينج بتاعي. طبعا من باب التجارب، ايه رأيك لو كتبنا مثلا سالب 3؟ ريلود، بصوا جاب لي ايه؟ اس او ان، اخر 3 حروف كده. ايه ميزة الاخر 3 واخر 1 والحاجات دي؟ انا مثلا انا مش عارف عدد السترينج ده كام ولا، مع اني انا عندي اللينكس اللي يطلع لي. يعني انا اقول له اللينكس بتاعته مثلا 100، هقول له مثلا تجيب لي 100 تجيب لي ناقص مثلا 70، فبيطلع لي 30. انا عن طريق لينكس انا بقى عارف، مفيش حاجه فيها تخمين في البرمجه، كل حاجه معاك، كل حاجه انت هتكون عارفها. مع السترنج ده انت مش هتخمنه عشوائي، هتقول له اللينكس بتاعته كام، وعن طريق اللينكس دي هتحدد الشغل بتاعك اللي انت عايز تعمله. لكن انا عندي حاجات بقى ايه اساسيه اللي هي خلاص اخر 3 حروف، اخر 5 حروف، ايا كانوا ايه هم، من غير ما ابص على السترنج اهو. اللي هي مسافه جيسون، لاحظوا هو جاب مسافه، في مسافه هنا اهي قبل كلمه الجيسون في مسافه، دي تعتبر حرف. 1 2 3 4 5 اللي هو انا قلت له سالب 5 اهو. يبقى السالب بيجيب لي من الاخر للاول ويجيب لي اخر عدد حروف انت عايزه اوتوماتيك كده من غير ما تعمل سلايس ولا اي حاجه. كده يا جماعه خلصنا السلايس وندخل على اللي بعدها على طول، حاجه اسمها سب اس تي ار. هنشوف سب اس تي ار دي اصلا يعني ايه. بعد ما نشوف السينتاكس الخاص بيها، ستارت وهنا لينكس. طيب السب اس تي ار يا جماعه السب اللي هي السبتراكت، انت بتنقص او بتنزل او بتعمل اكستراكت يعني، واس تي ار معروفه اللي هي سترينج. طيب يعني اكني بقول له سبتراكت سترينج. طيب بتعمل ايه السبتراكت دي مثلا او السب اس تي ار دي؟ بتنزل لك كلمة من السترينج بتاعك او بتعمل اكستراكت. يعني انا دايما اقول بتنزل لك عشان الناس يعني بحاول اجيبها بطريقة عامية بس شوية. بتعمل اكستراكت يعني بتاخد كلمة من السترينج. طيب المرة دي في السلايس انا كنت كاتب ستارت واند، هنا مفيش اند، هنا في لينكس. المرة دي اختلف الموضوع، تعال نشوف الفرق. هنا بدل ماي سلايسد اقول له ماي سب سترينج، كفاية سب سترينج. هنا ماي مين وهنا ماي سب، هنا برضو ماي سب، هنا ماي سترينج دوت المرة دي سب اس تي ار. وبرضو كالعادة هنروح ومش هنحط قيم ونشوف هيحصل ايه. نفس الموضوع يا جماعة زي السلايس بالظبط، لما كتبتش حاجة راح عمل لي ايه؟ جاب لي الكلمة كلها او السترينج بتاعي كله. طيب احنا قلنا عندنا ستارت واند، لو جيت ستارت من رقم 7 هنا هكتب 7 ريلود، جاب لي ايه؟ جافا سكريبت اند جيسون لحد الاخر، نفس الموضوع. ما ايه ده ما اختلفش حاجه عن السلايس. طيب ايه بقى اللي هو ايه بقى حكايه الليمت دي؟ انا قبل كده كنت بكتب له الاند هينتهي فين. طب لو انا مش عارف الاند ده فين، انا مش عارف فعلا، يعني انا مش عارف الاند ده يعني رقم كام هكتبه. الليمت بقى هنا، الليمت هنا اللينكس ده اقول له كام حرف، يعني عايز بعد 7 اجيب كام حرف. لو جيت قلت له مثلا 10 قول له ريلود، ايه اللي حصل هنا؟ جاب لي جافا سكريبت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، شايفين؟ ومفيش مسافه. لو جيت قلت له 12 ريلود، جاب لي مسافه ايه اللي هي من اول هنا كده. يبقى دي يا جماعه الفرق بين ده والسلايس، ان انا بقول له اعمل سبتراكت للسترنج من اول رقم 7 واعمل لي اكستراكت ل 12 كاركتر مثلا، اللي هو اللينكس بتاع الكاركتر اللي انا عايز اعمل لها اكستراكت قد ايه كام. لو جيت قلت له من اول 7 1 ريلود، جاب لي حرف واحد بس اللي هو يا جماعه ايه حرف واحد بتاعنا اللي هو حرف الجي بس. ده الفرق بين السلايس وبين السب سترينج. طيب
لما كنا بنعمل سلايس يا جماعة، فاكرين السلايس؟ لو جيت قلت له سلايس 7 1 نفس الرقم اللي انا كاتبه في السب سترينج ده، بصوا عمل ايه؟ مفيش. ليه؟ هو انا ينفع اقول له من اول 7 لحد 1؟ طب ازاي من 7 لـ1؟ ده هو بيبدأ من 7 ويمشي لقدام، ازاي ارجعه ورا؟ ده الفرق بين السلايس وبين السب سترينج، اني اقول له 7 والليمت كام؟ كام حرف؟ اللينكس بتاعتي اللي انا عايزها كام حرف؟ 1. هيجيب لي اول حرف بس من الكلمة، وهو ده اللي انا محتاج اعرفه. طيب الحاجة اللي بعدها على طول فيها شوية تريكات شوية، اسمها سب سترينج. لاحظوا اصلا، لاحظوا ان دي اسمها سب اس تي ار اللي هو اصلا اختصار سترينج، ودي اسمها سب سترينج برضو اسمها سب سترينج. طيب اللي احنا عاملينه هنا يا جماعة هو هنا بس بدل اللينكس هيكون ستارت واند. لاحظوا معايا حاجة، بدل المندتوري دي ممكن نكتب ريكوايرد احسن علشان الناس ما تتلخبطش، والستارت دي برضو ريكوايرد، واللينكس دي برضو اوبشنال. نفس الموضوع هنا، الاند دي اوبشنال والستارت ريكوايرد، لازم تكتبها. طيب حد بقى يقول لي هو ايه الفرق بين السلايس والسب سترينج؟ ما انا شايفهم الاتنين واحد دلوقتي. طيب نروح نشوف السب سترينج مع بعض. نفس اللي انا عملته في كل حاجة هي هي، هروح احطها من غير قيم واشوف ايه اللي حصل هنا. نفس الموضوع، لما ما تكتبش بيجيب لك السترينج زي ما هو. طيب نبدأ نشوف الستارت زي ما هو بيقول 7، هقوله سب سترينج رقم 7، جاب لي جافا سكريبت اند جيسون زي ما انتم شايفين، واروح انا اقول له 7 لحد مثلا 15، ريلود. اي اقول له 16، جاب لي بي اقول له 17، جاب لي جافا سكريبت كاملة اهي. طيب سب سترينج اهو، لو حطيت سلايس مكانه عمل حاجة؟ مفيش اي حاجة. طب نخلي 19 واقول له ريلود، تمام. سب اس تي ار اهو، نشوف بقى ايه اللي حصل هنا. احنا هنا يا جماعة بنقارن بين الاتنين، لانه لازم تفكر السلايس بتعمل كده والسب سترينج بتعمل كده، لازم تبقى فاهم طب هما ليه عاملين الاتنين. اكيد مستحيل اللي اخترع اللغة محطش حاجتين بيعملوا نفس الحاجة، لازم يكون في اختلاف بينهم، لازم يكون في اختلاف بينهم 100%. السب سترينج من 7 لـ19 جاب لي جافا سكريبت ان جيسون زي ما انتم شايفين، والسلايس جاب لي ايه زي ما انتم شايفين؟ جاب لي جافا سكريبت ايه. طب هو ايه اللي حصل هنا؟ يعني انا عايز اعرف ايه اللي حصل هنا. نركز يا جماعه بقى ونفهم السلايس عمل ايه الاول. السلايس مكتوب هنا من الستارت للاند، طيب من 7 لـ19 تعالوا نحسب مع بعض، 1 2 3 4 5 6 7، حلو. هيبدأ من هنا 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19، شايفين؟ هيطلع لك الجملة اللي انا معلم عليها دي اهي، مظبوط الراجل ده بيتكلم صح. طيب السب سترينج نفس كل حاجة، ليه طلع لي؟ هنسيف الاول من 7 لـ19. لو جينا يا جماعة عكسنا القيم في السلايس، 7 19 خليتها 19 7، ايه اللي هيحصل في السلايس؟ بصوا ما جابش حاجة. طب في السب سترينج بصوا ايه اللي حصل في السب سترينج، لو الارجيومنت اللي انت بتحطها جوه اللي هي الستارت والاند، لو الستارت اكبر من الاند بيعمل سواب للاتنين مكان بعض، لو الستارت اكبر من الاند بيعمل سواب للاتنين، يعني بيخلي القيمة دي هي دي. كأنك بالظبط بتقول له سبعة تسعتاشر، يعني دي بالظبط يا جماعة بتساوي 7 19 اللي احنا كاتبينها قدامنا دي، لكن في السلايس اديكوا شفتوا ايه اللي حصل، ما جابش حاجة لان انت حاطط قيمة اكبر من حاطط قيمة البداية 19، والقيمة اللي بعدها اللي هو المفروض يوصلها في الاند اصغر من القيمة اللي انت بدأت من عندها. طبعا يا جماعة
الفرق بين السب سترينج والسلايس فيه فروق كتير متقدمة ممكن تقرأ عنها في جوجل كتير علشان تفهم الحاجات اللي هي المتعمقة جدا في الكورس. لكن حاليا علشان الدرس ما يكونش تقيل عليك او ما يكونش فيه مشكلة، يهمك بس تعرف الفرق اللي انا قلت لك عليه بينهم ده. وبرضو ان شاء الله في اخر الكورس خالص في ميثودز شبيهة ببعضها كتير في اللغة، هنعمل مقارنات بينهم في كل فيديو، يعني زي الريتورن والايكو في الفانكشن، زي السب سترينج والسلايس، زي الاندكس اوف واللاست اندكس اوف، هنعمل كده مقارنات بينهم كتير جدا في اخر الفيديوهات كمرجع كده صغير، وهيكون حاجات متقدمه كتير ان شاء الله. لكن انت النهارده بس لسه بتعرف يعني ايه سب سترينج، علشان تدخل في الحاجات العميقه دي هتنسيك الدرس نفسه. يا رب الدرس يكون بسيط وسهل ونكون شرحنا فيه كل حاجه كده، يبقى انت عرفت السبليت والسلايس والسب سترينج والسب سترينج الثانيه السب اس تي ار والسب سترينج، تكون عرفتهم كلهم وتعمل تمرينات عليهم. اي حاجه تقدر ان شاء الله تسالني في القناه او في الاسك. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، وشكرا.